استفزني قوي ان النادي يظل حبيس محافظه القاهره والجيزه. الاهلي نادي عريق، نادي كبير، نادي قديم، نادي عالمي. من حق جمهور الاهلي في جميع جمهوريه مصر العربيه يبقى فيه فروع للنادي هناك. التفكير الضحل اللي انا شفته في التفكير اللي كان في مجالس الاداره المتعاقبه ان الاهلي فقط رياضه، الرياضه مهمه، وان الاهلي ياخد الكاس والدوري ده شيء مهم جدا، وانه ينافس افريقيا وينافس عالميا ده شيء مهم جدا، لكن كمان الاسم الكبير ده من ينفع ينافس في المجتمع بصفة عامة ويقدم لمصر كلها زي بدايته، زي ما أنشئ في البداية. أنشئ في البداية كان بيعمل فصول محو أمية، كان بيساعد حتى مش بس في الرياضة، في بيساعد في الدولة. الأهلي نادي النهاردة يقدر يحدد مستوى المعيشة في مصر، مستوى العمل الاجتماعي والعمل الأدبي والعمل الأخلاقي في مصر. فحرام نجتزل هذا كله في خلال كاس ودوري، برغم أهميته. الانتخابات اللي جاية بتاع النادي الأهلي زي ما قال الأستاذ خالد سليمان إنها هتكون أعنف انتخابات. أنا شايف إن الانتخابات دي هيبقى فيها مفاجآت كتير، وهيبقى مجلس إدارة أرادوا أم لم يردوا برغم الإعلانات الصاخبة اللي أنا شفتها، أنا بأكد لك إن هيكون فيه من خارج الائتلافين أو الأيمتين، حتى من خارج ائتلافنا هيبقى فيه مرشحين. حصل الترشح للنادي الأهلي لأن أنا يعني دمي النادي الأهلي وكلنا بنحب النادي الأهلي، فأنا شايف إن النادي الأهلي يستاهل إن هو يكون في وضع أحسن. يعني هو طبعا النادي الأهلي نادي القرن، بس يستاهل برضه إن هو يكون في وضع أحسن من اللي هو فيه. فأنا شايف إن عندي أفكار كويسة جدا وحاجات عايزة تتطبق، فعشان كده أنا دخلت في الترشيح إن أنا أحاول إن أنا أطبق الأفكار اللي إحنا عايزين نطبقها يعني. بس واتقابلت طبعا مع سيادة النائب أستاذ خالد، أستاذ خالد المحامي خالد سليمان، واتفقنا على شوية أفكار اتقربنا مع بعض واتفقنا فيها وعملنا ائتلاف. والله أنا شايف انتخابات الأهلي القادمة مش انتخابات النادي الأهلي اللي هي المعتادة أو الانتخابات النادي الأهلي العادية. أولا حتة 12-0 دي اللي هي قايمة مثلا تنجح بناسها، لا مفيش كلام. يعني المجلس ده وافتكر المجلس ده هيبقى مجلس ائتلافي ما بين القائمتين والائتلاف والمستقلين. أنا كراجل محامي الدافع الاساسي ليا في ان انا انزل الانتخابات دي بصراحه استفزني جدا صدور الحكم بحل مجلس اداره النادي الاهلي السابق، لان انا كنت بحضر كتير جدا في محكمه القضاء الاداري قضايا متعلقه بمكتبي وباخرين، فكنت بشوف ان الاداء القانوني في الدفاع عن النادي الاهلي ما كانش جيد جدا. وحد بقيمة النادي الأهلي وقامته ما ينفعش يقولي الدفاع عنه للجهة الإدارية فقط أو للمحامين هيئة قضاء الدولة، لازم في مؤسسة قانونية تراعي ده، خصوصا طالما انت هتبتدي باللفظ الدارج انا اسف هتجرجر النادي الاهلي للمحاكم في كل انتخابات، فللاسف الشديد ما ينفعش ان انا ما اكونش بالقيمة دي واتبصر لما يحاك لي. دي اعنف انتخابات هياخدها النادي الاهلي، اعنف انتخابات على فكرة فيها كل الوسائل الحسنة والغير حسنة.